إذن هذه الندوة الدولية 17 للجامعة الصيفية بأكادير كتنظم في موضوع الأمازيغية بشمال إفريقيا الراهن والمستقبل. الندوة شاركوا فيها في الجلسات العلمية ديالها حوالي 31 باحث وباحثة وفاعل مدني من العديد من الجامعات ومراكز البحوث المغربية، من الجزائر، فرنسا، من ألمانيا، من تونس وليبيا وجزر الكناري. الندوة الدولية للجامعة الصيفية كما دائما تفتح نقاشات علمية وراهنية كبيرة، والهدف منها دائما هو إضاءة العديد من القضايا والأسئلة المطروحة بالمواضيع التي تتناولها وتعزيز الخطاب الديمقراطي الثقافي واللغوي والهوياتي في المغرب بلادنا وفي الدول ديال شمال إفريقيا بصفة عامة. طبيعة موضوع هذه الندوة الدولية هذه السنة راهني جدا، ومن خلال العديد من المداخلات التي تلقينا وبعد نشر لارغيمونتير الأرضي للندوة الدولية كلها تتناول مختلف جوانب الموضوع، الجانب المرتبط باللغة، الجانب المرتبط بالثقافة، بالهوية، الجانب المرتبط بالقوانين والدساتير وكيفية تعاطي الدول ديال شمال إفريقيا مع الأمازيغية خصوصا بعد سنة بعد 2011. نعرفوا بكين دساتير جديدة وكين وضع جديد، إذا نقربوا مع الباحثين وضعية الأمازيغية في الدساتير، في القوانين، في السياسات العمومية في هذه الدول. ثم بطبيعة الحال الجانب المرتبط بالأدب والفنون والثقافة باش نحيطوا بموضوع الأمازيغية بصفة عامة. الأهم أيضا هو أنه من خلال المداخلة تلقينا كاين انتباه ديال الباحثين الشباب إلى تحولات الواقع في شمال إفريقيا والوضع الجيوستراتيجي وكيف أن الأمازيغية إضافة إلى جانبها اللغوي والثقافي فهي أيضا رؤية وتصور للعديد من القضايا والإشكالات المطروحة في شمال إفريقيا وبإمكانها أن تساهم في تعزيز دور بلادنا في هذه التحولات خصوصا على مستوى شمال إفريقيا وجنوب الساحل.